بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلبة الطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم من جديد. معكم مستر سلام عبد الفتاح خبير اللغة الإنجليزية. النهاردة مع بعض إن شاء الله شرح الدرس الثالث من يونت 9 منهج كونكت بلس للصف الرابع ابتدائي من كتاب المميز إكسلنس بوك. الدرس توريزم أند أركيولوجي، السياحة وعلم الآثار. دي الكلمات قابلنا زي ما كتبنا عودنا، كروز رحلة نهرية أو رحلة بحرية، ماسك يعني قناع، كارف ينحت، عارفين النحت في الصخور بلد ينحت في الصخور، هيريتج خدناها تراث أو إيه؟ ميراث ثقافي أو غيره، ستراكتشرز توابيت المباني، برافو، انجريفنج نقوش منحوتة، جاي من كارف ينحت، انجريف حاجة إيه؟ منحوتة أو منقوشة على الحجارة أو لا، بيرفيوم يعني عطور، أجريكلتشر يعني زراعة، خدناها دلوقتي تمام. بقيت الكلمات زي ما متعودين اهو، توريزم انطقوا توريزم، سياحة، اركيولوجي انكريدبل لا يصدق، برافو، انكريدبل، ستراكتشر بناء او مبنى، سيمبلر ابسط، ماسك قناع، كروز رحلة نهارية، كلي طامي او صلصال، ايوه انتوا عارفينه، بيرفيوم العطور، ثيتر مسرح، سيتاديل قلعة، برد مدفون، انجريفنج منحوتات، حاجات منحوتة، بينتنجز يعني لوحات او رسومات او نقوشات. مصطلحات ذا ستيب بيراميد، الهرم المدرج، سقارة، بوبيلر سايتس، مواقع مشهورة، بوبيلر شعبي مشهور، انشنت ايجيبشن مصريين قدماء، كينج جوسر الملك جوسر، برافو عارفينه اهو، بورت سيتي مدينة الايه اللي فيها بورت يعني ميناء، كابيتال سيتي العاصمه، الكايرو از كابيتال اوف ايجيبت، تمبل اوف كارنك معبد الكرنك، فالي اوف كينجز وادي الملوك، اول اوفر ذا وورلد في جميع انحاء العالم، قايتباي سيتاديل قلعه قايتباي في اسكندريه، رومان ثيتر المسرح الروماني، ابيس اوف ستون قطعه حجر او قطعه حجريه، الفيربس ديكوريتد كارفد فيزيتد افعال الشاذه المختمه نحفظها، فاين فاوند برافو، هولد برافو ننتقل، الله توريزم اند اركيولوجي، السياحه والاثار، lots of people visit Egypt every year because of the amazing archaeological sites، كثير من السياح بيزوروا مصر كل سنه بسبب ايه؟ amazing archaeological sites، بسبب المواقع الاثريه الرائعه اللي في مصر، tourists want to see the large monuments، السياح بيحبوا يتفرجوا على الاثار الايه؟ ضخمة، بيراميدز الاهرامات، تيمبلز المعابد، it is incredible شيء لا يصدق، ايه to think that ancient Egyptians were building this amazing structure over 4000 years ago، حاجة ما تصدقش ان مصر القدماء بنوا هذه المباني العملاقة والضخمة والجميلة من اكتر من 4000 سنة، when civilizations in other countries were much simpler، كانت الدول الاخرى كلها ملهاش اي حضارة، حضارة بسيطة خالص، ومصر كانت حضارتها حضارة ايه؟ عظيمة، عمرها 7000 سنة. Archaeologists مين هم دول؟ علماء الآثار. Archaeologists have found lots of artifacts such as tools, pottery, vases and masks. وجدوا حاجات كتيرة جدا لقيوها زي مصنوعات يدوية زي الايه؟ tools أدوات، pottery أدوات فخارية، vases عارفين vases الزهرية؟ أيوه، وماسك قناع، الأقنعة بتاعت تحكمون. This can tell us about how people live in ancient Egypt. دي بتورينا الناس كانت عايشة ازاي في مصر القديمة. For example, we know that ancient Egyptians used lots of pottery. عرفنا ان المصري القدماء كانوا بيستخدموا برافو الفخار زي made pottery vases from clay. بيصنعوا الاواني الفخاريه والفازات الفخاريه الزهريات دي من الطبي او الصلصال الطامي تمام. And they sometimes decorated them كانوا بيزينوهم they used them to hold water and food. يحط في الميه والاكل. They also made small pots for oil or perfume. عامل منها اواني فخاريه صغيره للعطور والزيوت برافو. So what are some of the most popular sites that tourists want to visit؟ ما هي اشهر الاماكن اللي بيحبوا السياح يزوروها؟ اول واحد جيزا. Sometimes when people think about Egypt they think of the pyramids and sphinx at Giza. بعض الناس اما يجي في دماغها شكل مصر يبقى الاهرامات والجيزه على طول ولا الهول. They are famous all over the world. مشهورين في كل حته في العالم. Archaeologists think that the ancient Egyptians built the Sphinx to protect the pyramids. يعتقدوا انهم بنوا ابو الهول لحمايه الايه؟ الاهرامات. They carved it from one huge piece of stone. نحتوا ابو الهول من قطعه صخره واحده ايه؟
ضخمة كبيرة. سكارة عارفين عن سقارة؟ One of the big sites in Egypt. أحد أكبر المواقع في مصر. It has many tombs including one of the oldest pyramids in Egypt. واحد من أشهر المواقع في مصر فيه مقابر كثيرة جدا جدا بما فيها تشتمل على كمان one of the oldest pyramids in Egypt. أحد أقدم الأهرامات اللي هو هرم سقارة. Builders made this for King Djoser. بنوا الملك مين؟ زوسر. In about 2630 BCE before Christmas era. Before Christ era. It is the step pyramid. ده الهرم المدرج. It's one of the oldest stone monuments. ده واحد من أقدم الآثار الحجرية في العالم. روح اسكندريه يلا روح اسكندريه there are lots of things to see in اسكندريه في حاجات كتير قوي تشوفها in this port في هذه الايه المدينه اللي فيها مينا برافو including Roman theater فالمسرح الروماني the old town المدينه القديمه قايتباي citadel قلعه قايتباي اسكندريه used to be the capital city of Egypt زمان كانت اسكندريه عاصمه مصر برافو it had the first library of اسكندريه كان فيها اول مكتبه مكتبه اسكندريه which is famous all over the world مشهورة في كل أنحاء العالم. نطلع على فين؟ الأقصر. من التورست فيز الأقصر from a Nile River cruise. بيروح الأقصر في رحلة نهرية في نهر النيل. They can see the temple of Karnak and the valley of kings. يشوفوا معبد الكرنك وادي الملوك. Ancient Egyptians buried كانوا بيدفنوا بقى الموسيقى بيدفنوا kings and queens الملوك والملكات بتاعتهم here في الأقصر هناك. 4000 of years آلاف السنين. You can see lots of painting. بتشوف كثير من اللوحات المرسومة والدهانات أو الرسوم على الحائط and engraving الحاجات المحفورة برافو منحوتة برافو في المعابد and symbols. There are lots of other amazing things to see in Egypt. What would you like to visit? إيه المكان اللي أنت تحب تزوره؟ تمام؟ نبدأ مع مستر سلامة. ده المين بوينتس خلاص. يحل دي ولا دي اختاروا ماشي معاك ودي الكسندريه جيزه سفنكس لوكسور وير كان اي جو ان ذا سمر هوليدي اروح فين في اجازه الصيف روح يو كان جو تو ايه ما اعرفش استنى عشان عندي جيزه وعندي الكسندريه وعندي لوكسور هعرف بقى قال له وات كان اي سي ات جيزه بقى كان فين يا مستر صح اهو هنشوف الجيزه قال يو كان سي ذا بيراميدز اند ذا سفنكس برافو هتشوف الاهرامات وابو الهول تمام وير ايلس يعني ايه وير ايلس وكمان فين فين تاني اقدر اروح اروح فين تاني ها يو كان جو تو ايه يو كان سويم هنعوم ونلعب على الشاطئ يبقى في الاقصر ولا في الاكسندريه الاكسندريه تمام 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 يلا نحل كام اختيار من دول هم سبعه ثانيه نحلهم lots of a visit Egypt every year tourist برافو تورست مين تو ستوب استنى اقعد في القلم ها يا عم تعالى شيخ مزار محمد سياح برافو ها بيراميدز اند تمبلز ار اميزنج الاهرامات والمعابد عباره عن اميزنج ايه برافو يا ولاد مباني برافو Ancient Egyptians made pottery vases from عسل كليه صلصال او طمن من تورست ترافل داون ذا نايل اون كروز رحله نهريه ها وي كان فيزيت ذا بيراميدز اند ذا في حته في الجيزه اللي الاهرامات وايه؟ او الهول Archaeologists found lots of such as tools, pottery and vases and muskets. الله ده اسمه ايه؟ Artifacts برافو يا حبايبي برافو Ancient Egyptians used pottery vases to hold water and حط في عصير كانت water قد ايه يا اولاد؟ food برافو 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 ممتازين 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 في كمان ثلاث جمل ايوه ونسيب لكم الري اوردر تمام هقول لكم واحده بس منها كل شويه تنسى يا مستر كده وما تجيبش الاستيكه وتجيب القلم هات اليد اطلع على السبوره كده اهو 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 ايوه ايوه ارجع ها الاسكندريه از فيمس فور اتس مشهوره بالاسكندريه يا اولاد مكتبه برافو ها انشنت ايجيبشنز ذا سفنكس فروم وان هيوج بيس اوف تون كارفد نحت برافو نحتوه انشنت ايجيبشنز ميد سمول بوتس فور اويل اور الاوان الصغيره كانت للاويل الزيوت والعطور اسمها بيرفيوم برافو
احللكم واحده من دي. ستون 3 ات جيزه زي مي بيراميدز ار اوف. الله زي ماشي همشي وراكم بيراميدز. ماشي ات جيز ها ار في ار ماشي ها مي اوف ها ستو. برافو. اهرامات الجيزه مصنوعه من الحجار. فين الكلمه دي؟ اهي مكانها اهو. التلات اهرامات ذا 3 بيراميدز ذا 3 يا اولاد بيراميدز. ها فهمنا كده كويس تمام ولا مش تمام؟ نيجي القطعه بقى. الله يلا مع بعض. Tourists come to Egypt for لسه واخدينها حالا انا عامل صوره اهو. Tourists come to Egypt from all over the world. They come to visit historic places in Giza. بيزوروا الاماكن التاريخيه اللي فين؟ في الجيزه. They can visit the pyramids in Cairo. They can visit the Egyptian museum. برافو يا مصري. It's a good place to learn. مكان تعلم جدا فيه all about things from the past من الماضي. لو رحنا المتحف ده هنشوف حاجات كتيره قوي قوي في الماضي. تمام. الاقصر زي كان فيزيت كارنك تمبل فلوس بيزور معبد الايه كارنك. الاسوان زي لايك ذا ساني ويذر اند ذا انشنت تمبل ها الطقس الصيني الجميل والمعابد القديمه. الاورجاده في الغردقه زي كان جو سويمنج اند دايفنج اون ذا بيست بيتشز على احلى واجمل شواطئ العالم. زي انجويس فيزيتنج ايجيبت فيري ماتش بيستمتعوا جدا بزياره مصر. بيست تايتل تايتل يعني عنوان. احسن عنوان للقطعه دي يا اولاد. افضل ايه عنوان القطعه بتتكلم عن ايه؟ عن زراعه في مصر، نهر النيل، الاكل المصري، ولا توريزم ان ايجيبت السياحه فين؟ برافو. تورست كان فيزيت بيراميدز ان تمام ارفع خليك فاكر القطعه بقى. واي دو تورست كام تو ايجيبت بيجوا مصر السياح. شوف هل فيه اهي ها تو فيزيت هيستوريكال. برافو يا ولد. تو فيزيت هيستوريكال ايه بليس. Where can they find the best beaches؟ بيلاقوا احسن شواطئ فين؟ ان ارجاده فين؟ في الغردقه. نيجي بقى هنا نتوقف مع بعض عشان انا شرحته قبل كده اكتر من مره وهشوف حبايبي فاكرينه ولا لا واللي مش فاكره نعمل له عليه مراجعه. هنكتب ايميل. فاكرين الايميل كان بيتكتب ازاي يا حبيب قلبي؟ اه يا مستر فاكرين ده احنا من استر سامي الدينا. ها اكتب ايميل لصاحبك بقى اسمه جون اباوت يا عم مصر. يور نيم از احمد اند يور ايميل ادريس از احمد ات جيميل دوت كوم. يور فريندز ايميل ادريس از جون ها 92 ات جيميل دوت كوم. دي كلمات فانتاستيك كانتري جيستس. دي كلمات زي اللي بتجي لنا لما اكتب ايه؟ باراجراف. برافو. بس الايميل هنزود فيه هنفكر حبيبنا بالثلاث حاجات دول. تو يعني رايح لمين؟ هو رايح لمين يا اولاد؟ هكتب هنا الايميل بتاع مين؟ اه اللي رايح الى مين؟ هو رايح لمين يا اولاد؟ اهو نكتب له ايه بقى؟ ها جون 92@gmail.com. النهارده حر بدك نص كوم معاك مش مشكله. فروم يعني مين؟ مين؟ مين اللي بعت الايميل عم ومين العسل ده بقى؟ اهو احمد افندي حبيبي يلا ها يبقى احمد @gmail.com تمام. موضوع الايميل ايه يا عيال؟ هو ايه كتبك عن ايه؟ تمام. انزل بقى هنا كده اكتب لي دير عزيزي مين؟ لا ده احمد اللي بيكتب يبقى عزيزي مين؟ ها جون تمام. هنا بقى نقول له هاي جمله افتتاحيه جميله نسلم عليه. هاو ار يو كيف ايه؟ حالك. and your family والاسره الكريمه. how are you and your family انت عاوز تعمل ايه؟ بعد كده اقول له اي ها رايت انا بكتب اهو to tell you احكي لك اقول لك about my country my beloved country ايه؟ Egypt. وتبدا بعد كده حبيب قلبها تحول الكلام على شكل باراجراف. ها Egypt is a fantastic country. ها
a lot of guests come every year to visit Egypt. ها اه ها Egypt has many hosts. مضيف بقى اولاد welcome their guests. Soup شوربه زي ايه ها give them some soups. Generous والEgyptians are generous يعني. وطبعا ده محلول موجود في اخر الوحده عادي جدا معاكم. وفي الاخر تقول له بقى يا اولاد انا خلصت بقى. اقول له ايه؟ اي عباره من عبارات التسليه. See you soon. ها ممكن نقول له جود باي فور ناو. جود باي ها فور ناو. او رايت باك. بليز رايت باك. اكتب لي ابعت لي. صح؟ واقول له يورز صديقك المخلص. اسمك ايه يا ولد؟ احمد. كله يكتب احمد. كده تمام؟ بكده حبايبنا نكون وصلنا لنهايه الدرس الثالث من الوحده التاسعه يونت 9 منهج كونكت بلس الصف الرابع الابتدائي. كان معكم مستر سلام عبد الفتاح خبير اللغه الانجليزيه مدارس اللغات. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا. خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. زي ما قلت لكم ما تنسوش تخشوا على القناه تشاهدوا فيديوهات تكتبوا تعليقاتكم وتبعتوا لنا اي استفسارات. هنكون سعداء جدا نرد عليكم. وهتلاقوا رقم الخاص بالواتس بتاعي موجود على وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.